بات هاجس وضع الخدمات الأساسية هو أكثر ما يؤرق حال سكان مدينة المكلا هذه الأيام، بعد أن ألقى تدهور مستوى خدمات الكهرباء والمياه بظلاله على تفاصيل يوميات حياتهم. كان المتوقع عندي فيما أفكر فيه أن المستوى المعيشي الموجود في حضرموت أو مستوى الخدمات العامة في حضرموت تكون أفضل من كذا. حضرموت يعني بأكثر من 9/10 متخلفة بهذا المستوى بهذا الرقم. السلطات المحلية أرجعت أسباب تدهور منظومة الكهرباء إلى عجزها عن دفع المبالغ المالية اللازمة لتوفير الوقود وسداد فواتير شركات بيع الطاقة، وعدم قيام الحكومة بتحمل تلك الأعباء. إجمالي الفواتير حق الشركات المفروض سددها أنا نهاية الشهر 4,963,188 دولار، يعني قريب 5 مليون. يا محافظ جيب 17 مليون حق محروقات، ويا محافظ جيب 5 مليون حق قيمة طاقة مشترى، ويا محافظ دخلك لا يغطي صرفك للمرتبات وللأمور الخدمية الأخرى. وزنوا هذا، والمواطنين يتفضلوا يوزنون هذا، وإذا حد عنده حل سحري والله يجينا عندي بنقعد نحن وياه وبنبوس على رأسه إذا وصلنا إلى حل. يبلغ إجمالي ما تنتجه محطات الكهرباء في ساحل حضرموت بشقيها الحكومية والخاصة نحو 130 ميجاوات بعجز يقدر ب50 ميجا، وهو رقم يتزايد بصورة سريعة بسرعة تزايد أعداد المستهلكين. يعني في عام 2000 من يناير 2018 إلى شهر مايو تم دخول 13,000 عداد، وهذا كان يحتاج طاقة، والطاقة ما زالت مكانها. عندنا احتياج بالديزل، عندنا احتياج بمازوت، عندنا احتياج قطع غيار، عندنا احتياج بمواد الشبكة. وعلى الرغم من قيام شركة بتروماسيلا قبل نحو عام بتوقيع اتفاقية لإنشاء محطة كهروغازية بساحل حضرموت وفقا وتوجيهات رئاسية، إلا أن شيئا من ذلك لم يتم، فيما قال مسؤولون محليون أن المشروع قد تعرقل من قبل الحكومة. ويخشى مراقبون من أن عدم إيجاد معالجات حاسمة لأزمة الكهرباء في مناطق الساحل قد يؤثر على قدرة تلك المناطق في جذب المزيد من الاستثمارات، خصوصا بعد أن أبلغت السلطات المحلية كبار المستثمرين اعتزامها البدء في تقليص كميات الطاقة الواصلة لمنشآتهم إلى النصف يوميا لعدم كفاية الطاقة المنتجة.